وسيلة؟ ماما عندكم يا سهى؟ عمته عندنا. اتفضلي. مين يا سهى؟ دي وسيلة يا ماما. وسيلة وسيلة وسيلة. فيكي الخير، جيتي تسألي على أمك. أنا مش جاية أسأل عليكي، أنا جاية أسألك ومش هقبل منك أي لف ولا دوران. الطريقة اللي انتي بتكلميني فيها دي، لا بصي، يا ريت ما تحاوليش تقصري عليا وتحطي بيني وبينك المسافات بين الام والبنت، عشان مش وقته خالص بصراحه. ماشي، عايزاني اعاملك ازاي؟ عامليني على اني صاحبه حق وجاي استفسر عن حقي. حقك في ايه؟ حقي في ايه؟ حقي في ورث ابويا مثلا اللي حرمتيني منه السنين دي كلها، ومعيشاني معاكي ومع راجل غريب على انه ابويا وانا معرفش؟ مثل قوي ده ولا ايه يا وسيله حبيبتي؟ ايه الكلام اللي بتقوليه لماما ده؟ اللي بقوله ده الحقيقه يا طن سعاد. لا 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 لا، عيب تكلمي مامتك كده بالطريقه دي يا وسيله. سهى، اللي بتقوليه ده لما تبقى امي ست غلبانه منكسره، لكن لما تبقى امي ست قاسيه حرمتني من ابويا الحقيقي طول عمره، ودلوقتي عايزه تحرمني من ورثي فيه عشان تداري على عملتها، يبقى ايه؟ انا اقول لك يبقى ايه. يبقى اشرف من الوساخه اللي في دماغك. لو كنت شريفه بصحيح ما كنتيش خلفتيني في الحرام كده. عايز اقول لك حاجه، حبيتي تصدقي حبيتي، ما حبيتيش ان شاء الله عنك ما صدقتيها. والله العظيم انك بنت نبيل، يعني بنت حلال. ياه، وانا بقى المفروض بعد نتيجة التحليل اللي كشفت كذبك السنين دي كلها، حلفانك ده هو اللي يخليني أصدق يا طاهرة؟ حلفتي؟ مشوفش وشك تاني سعادة خالص. وسيلة يا بنت.